من كونفتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ينضم إلينا من هناك. مرحبا بك سيد رامي. بداية، هل اتضحت أكثر تفاصيل عن هذه الشحنة، تواقيت إدخالها، من أشرف ومن سهل ذلك؟ طبعا مساء الخير. الإشراف هو بالحرس الثوري الإيراني الذي يقود القوات الميليشيات الموالية حقيقة الأمر لإيران في تلك المنطقة. طبعا سابقا كنا نتحدث عن وجود السيطرة الإيرانية ما بين الميادين والبوكمال، أي في جنوب وجنوب شرق مدينة دير الزور. نتحدث الآن عن التبني الواقعة شمال غرب مدينة دير الزور، أن المنطقة على ما يبدو روسيا سلمتها بشكل كامل للإيرانيين والميليشيات الموالية لإيران. بلدة تبني تقع في شمال غرب دير الزور. هذه البلدة أدخلت إليها خلال 48 ساعة الفائتة شحنات الأسلحة أو الصواريخ قصيرة المدى ومتوسط المدى إلى تلك المنطقة. ولكن يعني لماذا تعمل هذه الصواريخ في تلك المنطقة من الأراضي السورية؟ هذه الصواريخ لا تستطيع استهداف خلايا داعش في البادية السورية. هل هي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأن حتى حقل العمر النفطي، حتى القواعد الأمريكية مهددة بالصواريخ الإيرانية في تلك المنطقة؟ في 11 من الشهر الجاري كانت إيران أدخلت شحنات أسلحة لواء فاطميون في مدينة الميادين. هذه الأسلحة ضربت بعد نحو ساعة، يعني 24 ساعة أو ما يزيد قليلا من إدخالها من قبل الإسرائيليين. اليوم هذه الصواريخ موجودة في تلك المنطقة. أعتقد بأنه ليس المرصد لوحده يعلم بهذه الصواريخ، أن الولايات المتحدة تعلم بها، وأن كل من يراقب الأجواء في تلك المنطقة يعلم بوجود هذه الصواريخ لدى حزب الله العراقي في شمال غرب مدينة دير الزور. طبيعة المنطقة التي تم تخزين فيها هذه الصواريخ تحديدا، ما الذي يجعلها يعني استثنائية حتى تكون آمنة لتخزين هذا النوع من الأسلحة؟ لأن بالعادة إسرائيل لا تستهدف شمال مدينة دير الزور. الآن إذا ما استهدفت إسرائيل تلك المنطقة سيقول النظام بأن المرصد هو الذي تحدث. لا، أعتقد بأن إسرائيل تعلم قبل المرصد. هذه المنطقة تقع على بعد عشرات الكيلومترات شمال مدينة دير الزور. هذه المنطقة من المفترض أن تكون تحت السيطرة الروسية وسيطرة النظام. حزب الله العراقي موجود في تلك المنطقة. الطبيعة بأن إيران تريد أن تتمدد بكامل السيطرة على كامل الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور، ولم تكتفي فقط في طريق طهران بيروت الذي يمر من البوكمال. المعابر الحدودية الموجودة في تلك المنطقة محدودة، ليست مثل بقية الحدود السورية على الأقل في محيطها. هل هذه المنطقة أيضا تحت ناظري التحالف الدولي وطلعاته؟ نعم بشكل قطعي. هناك طائرات مسيرة بشكل يومي موجودة فوق مناطق سيطرة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران في الضفاف الغربية لنهر الفرات، أو ما يعرف بضفة الشامية أو قسم الشامية الذي يقع في غرب النهر. لكن المعابر موجودة على الحدود السورية العراقية، هي معابر غير رسمية غير شرعية. هذه الشحنات لا تدخل عبر المعابر الرسمية، وهو معبر البوكمال القائم، هي تدخل عبر معابر غير شرعية تحت إشراف ميليشيات الحرس الثوري الإيراني. أشكرك جزيل الشكر رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من بريطانيا.